بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة بمقر جريدة الوسط. بالنسبة لحرب المياه الآن بين الجزائر والمغرب، أن المغرب يستعمل يعني أساليب قذرة من أجل ما يسمى خلق أزمة العطش بالجنوب الجزائري، وذلك عن طريق أولا تقنيات تتعلق بإنشاء سدود على الحدود الجزائرية، من أولها غلق مصادر التي كانت تزود سد جرف التربة عن طريق إنشاء ما يسمى سدود على طريق الأودية التي كانت تسبب ملء لهذا الخزان جرف التربة. وهذا يعتبر خرق للقانون الدولي، حيث أن القانون الدولي بالنسبة للمياه لابد من إعطاء حرية للأودية من أجل ما يسمى المسار للأودية إلى آخر مصب لها. جانب آخر، لما نتكلم على هذه الحرب، أن المغرب حاول يعني تسميم بعض الآبار المياه بالجنوب الجزائري عن طريق في الحقيقة بعض العملاء وبعض المتخاذلين الذين تعاملوا معه، لكن الحمد لله أن السلطات الجزائرية قد أوقفت هذا المشروع القذر الذي كان يحاول المغرب القيام به. جانب آخر، لما نتكلم على حرب المياه، هو جانب آخر وهو محاولة إنشاء 18 سد من بينها 15 سد على الحدود مع الجزائر، وبالتالي باستعمال متفجرات لأثناء إنشاء هذه السدود، وبالتالي هذا عمل تقني يؤثر على منابع المياه في الجزائر، وكذلك أن المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر، تعرف أن قضية الجانب الجيولوجي يؤكد أن كل ما يكون أعماق مصادر المياه يعني كبيرة يكون بالتالي جرف للمصادر في الجانب الآخر، ولذلك استعمل هذه التقنيات بحفر كثير من الأبار بالحدود المغربية الجزائرية في الجانب المغربي، وأدى هذا إلى استنزاف المياه الجوفية الجزائرية واستعمال حتى هذه المياه داخل المغرب، وبالتالي تزويد سدوده، وهذا يعتبر كذلك نوع من هذه الحرب القادرة. جانب آخر، للأسف بعض المسؤولين لم ينتبهوا لذلك، في أقصد المسؤولين المحليين وحتى المنتخبين بولاية، مثلا ولاية بشار، لما نتكلموا على مشكلة المياه التي حدث مؤخرا، السبب أولا سد جرف التربة انخفض منسوبه، نعرف أن المنسوب سد جرف التربة هو 360 مليار متر مكعب، الطين داخل هذا السد هو الآن يبلغ 80% من هذا الحجم، وبالتالي بقي ما يسمى 72 مليار متر مكعب مياه. هذا 72 مليار بعد الجفاف وقلة الأمطار وكذلك استغلال المياه اليومية بولاية بشار بقيمة 45 ألف متر مكعب يوميا، 45 مليون متر مكعب يوميا، يعني أدى إلى استنزاف المياه في الاستهلاك، وبالتالي نقول أن هذا الاستهلاك الذي يستعمل يوميا أدى إلى نقص منسوب المياه بسد جرف التربة، وبالتالي كل الاحتمالات تقول أن سد جرف التربة إذا لم تتساقط الأمطار سيبلغ الصفر في بداية جانفي، هذا حسب المختصين وحسب حتى المهنيين داخل مؤسسة المياه بولاية بشار. للأسف أن مديرية الموارد المائية أوقفت يعني توريد المياه لولاية بشار التي كانت تأتي من آبار بوسير، وهذا تبعا حسب مدير الموارد المائية تبعا لتعليمات اللجنة الوزارية التي أتت إلى ولاية بشار، وبالتالي هذه اللجنة التي أوقفت هذا التوريد أو ضخ المياه من أبار بوسير، الأبار هي 12 بئر، كان يستعمل 4 أبار تضخ إلى ولاية بشار، وكان يعني تقريبا كافيا إلى حد ما، كنا ننتظر أن يتم إنهاء المحطات التي تجهز حاليا حتى يتم تزويدنا بكل مياه 12 بئر. للأسف القرار الذي اتخذته يعني
ما يسمى اللجنة الوزارية بتوقيف توريد هذه المياه أو ضخ المياه من أبار بوسير التي تبعد عن بلدية بشار ب 176 كيلومتر، وهي تتبع إلى الحدود ولاية بشار. بالتالي هذه الأبار تقع على بعد 176 كيلومتر على ما يسمى بلدية بشار، وتبعد على بلدية بني ونيف تقريبا 66 كيلومتر. هذا الأمر الذي كنا نتفائل به وهو ضخ هذه المياه، خاصة أنها مياه عذبة للشرب بولاية بشار، ويبقى سد جرف تربة ليزود الفلاحة الصحراوية، خاصة أن ولاية بشار بها سهل العبادلة. كنا يعني نأمل أن يكون هذا المشروع الذي استنزف من ميزانية الدولة 1000 مليار سنتيم، ويقال أنها 1000 مليار دينار لحد الآن، يعني الميزانية نتاعها بقيت مجهولة، لكن 1000 مليار موجودة، يعني يبقى أن نصحها بين دينار والسنتيم لأن المعلومة لم تعطى لنا كافية. وبالتالي نقول أن هذا المشروع نتاع أبار بوسير لو أن الدولة يعني قامت باتخاذ قرار، وهذا الرسالة التي نوجهها لكل من يهمه الأمر، يعني لأننا الآن أمام حرب استراتيجية، يعني خاصة في الظروف الإقليمية والظروف الدولية، أن الحرب على المياه أصبحت واقعا معاش، وبالتالي لابد من اتخاذ قرار صارم، أولا بمحاسبة كل من تخاذل في تزويد ساكنة بشار بالمياه، لأن هذا الأمر يؤدي في الأخير إلى إحداث زعزعة استقرار الولاية في الظروف الحالية، وهي ولاية حدودية، معناه تقديم خدمة مجانية للنظام المخزن. لذلك نقول أنه لابد من تدخل السلطات بتدخل حازم وصارم، حتى مساءلة اللجنة الوزارية لماذا اتخذت هذا القرار بالذات في هذه الفترة، وتعلم أن سد جرف التربة تقريبا في نهايته، خاصة أن حجم مدينة بشار هي مدينة كبيرة، ناهيك عن البلديات التي تتبعها وهي 11 بلدية. يعني ما هي الاستراتيجية التي يمكن أن يتبعها السلطات المعنية لحل هذه الأزمة، أزمة المياه؟ أولا لابد من تنظيف سد جرف التربة من الطين الموجود فيه، يعني التربة التي ملأت حجم 80% من سعة هذا السد. للأسف كان هذا المشروع موجود، وكانت الآلات والأجهزة موجهة إلى مدينة بشار ثم إلى سد جرف التربة، ثم تحولت إلى منطقة ميلا لتنظيف سد ميلا. ثانيا، ولهذا لابد من اتخاذ هذا القرار عاجلا من أجل تنظيف، خاصة في الفترة الحالية قبل سقوط الأمطار بصفة كبيرة وقبل حلول فصل الشتاء. ثانيا، لابد من اتخاذ قرار حازم أولا بتوفير الأمن في أبار بوسير، إنشاء شركة لحراسة هذه الأبار، خاصة نعرف أن الحرب القادرة التي يقوم بها نظام مخزن ممكن أنها تؤدي إلى تسميم هذه المياه، وهذا شيء وارد يعني في المرحلة الحالية، لأن نظام مخزن يستعمل أي أسلوب من أجل الإساءة للجزائر بكل الأساليب الخطيرة. ولذلك نتمنى أن تكلف شركة أمنية أو أجهزة من أجهزات الدولة للتكفل بأمن هذه الأبار. ثانيا، لابد من الإسراع في إتمام مشروع بوسير وضخ المياه إلى كل ولاية بشار، بمعنى مدينة بشار وبلديتها، حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي في تزويد ساكنة الولاية بالمياه، وحتى لا يكون هناك يعني نقص، ولا يكون هناك منح يعني فرصة لنظام المخزن حتى يسيء للجزائر، بمعنى أن ولاية الجنوب تعاني من العطش، لأن الجزائر تكلفت كثيرا بميزانيتها من أجل إعطاء مشاريع التنمية في هذه المنطقة، خاصة المياه. هذا جانب. ثانيا أو ثالثا، لابد من إعادة النظر في طرق تعيين بعض المسؤولين بالولايات الجنوبية، خاصة ولاية بشار، وهذا حتى لإبعاد الشكوك عن ما يسمى العمالة أو الخيانة، عن طريق يعني التعامل الصارم مع كل مسؤول إذا ارتكب أخطاء في مجالات استراتيجية التي تتعلق بأمن واستقرار الوطن.